وصلنا الآن إلى وقفتنا الاقتصادية في نشرة السادسة. مرنا إيهاب والتفاصيل مرنا. شكراً لكم محمد وريهام، والآن جولة اقتصادية جديدة محلياً وعالمياً. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة الرسائل الصوتية المتداولة عن صدور قرار بوقف خدمة المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات إلى أجل غير مسمى. وأوضح المركز الإعلامي أن الرسائل الصوتية المتداولة لا أساس لها من الصحة، مشددا على أن خدمة المحافظ الإلكترونية تعمل بشكل طبيعي ومنتظم دون أي عوائق لجميع شركات الاتصالات، ولم تصدر أي تعليمات أو قرارات من أي جهة رسمية بإيقاف فيها. أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع مختار عبد اللطيف أهمية تعزيز التكامل والتعاون مع الأشقاء العرب، والترحيب بعودة الدول العربية للشراكة مع الهيئة في كافة مجالات التصنيع والاستثمار. جاء ذلك خلال زيارة وفد جمعية خليجيون في حب مصر وعدد من كبار المستثمرين بالدول العربية الشقيقة. وتأتي هذه الزيارة في إطار خطوات جادة تنتهجها الهيئة العربية للتصنيع محلياً وإقليمياً لتعزيز التعاون والتكامل مع الأشقاء العرب وفتح مجالات جديدة للاستثمار. وعلى هامش الزيارة تم توقيع 3 بروتوكولات لإدارة المشروعات لتعزيز المشاركة في المشروعات الاستثمارية للهيئة العربية للتصنيع وتطوير أوجه التعاون مع الدول الخليجية. كما يتضمن البروتوكول تنظيم المعارض والمؤتمرات وتسهيل التسويق المشترك لمنتجات العربية للتصنيع بدول الخليج العربية. الاتفاقيات التي وقعت اليوم بين الهيئة العربية للتصنيع ومؤسسة خليجيون في حب مصر وخليجيون للاستثمار وشركة جلوبال وشركة المباركية هي ولا شك اتفاقيات هامة جدا، لأن حضراتكم هي زي ما حضراتكم شايفين هي مؤسسات عربية عريقة، وبرضو عملت هذه الاتفاقية مع هيئة عريقة اللي هي الهيئة العربية للتصنيع. وإحنا الحقيقة نتطلع للتعاون مع كل العرب لننمو مع بعض ولنصنع صناعات عربية متطورة تليق الحقيقة بتاريخ العرب. اليوم في حب مصر ماخذ دور، وهو كيف تسعى لدول مجلس التعاون الخليجي لإشراكها في الهيئة العربية للتصنيع. الحقيقة يعني إن الاستثمار، إحنا شعارنا الاستثمار العربي في الوطن العربي، وإحنا يعني بنعمل كل ما في جهدنا أن يكون هنالك مشاركة عربية سواء خليجية أو سواء عربية. الخليجيون في حب مصر ليس للخليجيين فقط. في أسواق البترول العالمية تتجه أسعار النفط لتسجيل ارتفاعا أسبوعيا بعد تكبدها خسائر لأسبوعين متتاليين، وسط تفاؤل إزاء ارتفاع الطلب على الطاقة بالصين أكبر مستوردي للخام وضعف سعر الدولار. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة تقدر ب 0.3% إلى 75.87 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.2% إلى 70.78 دولارا للبرميل. وارتفعت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة تصل إلى 1.4% لتصل إلى 2.47 دولار للتر. وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.3% لتسجل 2.56 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن إيرادات الحكومة الروسية من المبيعات النفطية تراجعت بنحو 50% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. وكان تحالف يضم دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا قد حدد في ديسمبر سقفا لسعر برميل النفط الخام الروسي عند 60 دولارا للحد من إيرادات موسكو ردا على عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
انتهت أخبار الاقتصاد، والعودة إليكم مرة أخرى محمد وريهان. شكرا لك يا مرحبا.